بيكم طلاب مدرسة المنتزه الخاصة، معاكم ميس آية، والنهاردة هنحل أسئلة كتاب المدرسة لمادة المهارات. أول سؤال بيقول لي: أولا، حدد شيئا في منزلك يحتاج إلى إصلاح أو قد يتحسن شكله بقليل من المساعدة. هحدد المشكلة، ما الشيء الذي يحتاج إلى الإصلاح؟ طبعا عندي مشكلة تشقق الجدران، يبقى الشيء الذي يحتاج إلى الإصلاح تشقق الجدران. طيب يبقى دي كده أنا حددت أول مشكلة. رقم 2، ما الذي يمكنك فعله لإصلاح هذا الشيء أو تحسين شكله؟ طبعا سأقوم بصنفرة المكان جيدا، ثم ملء الفراغات بالمعجون، ثم تركه لينشف لعلاج التشقق. هنكمل معانا صفحة 37، ما الخطوات التي يجب اتباعها لإكمال المشروع؟ طبعا استخدام سكين المعجون، يبقى دي الأدوات، ووضعه على التشقق. عندما يجف نستخدم ورق الصنفرة ثم طلاء الجدار. يبقى دي الخطوات التي يجب اتباعها لإكمال المشروع. طبعا كان لما يسألني ايه الأدوات اللي هحتاجها فيها، هستخدم سكين وهستخدم معجون وهستخدم كمان ورق الصنفرة. يبقى الخطوات: استخدام سكين المعجون، وضعه على التشقق عندما يجف، نستخدم ورق الصنفرة، ثم طلاء الجدار. لنراجع، هل استمتعت بإصلاح شيء ما في المنزل؟ نعم. ما الجزء الأكثر صعوبة في مشروعك؟ هو التعرف على الأشياء. ما المشاريع الأخرى التي يمكنك تنفيذها في المستقبل؟ ممكن تسليك حوض المطبخ. ماذا عليك أن تتعلم لتنفيذ ذلك؟ وما الأدوات التي يجب أن نشتريها قبل تنفيذ المشروع؟ طبعا بيكربونات الصوديوم والخل الأبيض، ده عشان لتسليك حوض المطبخ. طبعا ايه الادوات التي يمكن ان نشتريها؟ طيب ماذا عليك ان تتعلم لتنفيذ ذلك؟ طبعا التركيز، ان احنا نبقى مركزين ونتبع الارشادات الصحية، اتباع الارشادات الصحية، ونجيب معنا بيكربونات الصوديوم والخل الابيض. عندي صفحة 40، عايز مهن مختلفة في مجال الفندقة والسياحة في الجدول. هنحط في الخانة الاولانية في الجدول المرشد السياحي، بعد كده موظف استقبال، بعد كده خدمة العملاء. هنحط بقى في الخانة اللي في الناحية التانية الأب أو الخال أو الأخ أو العم أو الجيران أو أقارب أخرى. ده بالنسبة للجدول اللي في صفحة 40. عندنا في صفحة 41 اسم المهنة رقم 1 هي مرشد سياحي. رقم 2، ما المهام اليومية للمرشد السياحي؟ طبعا وصف الأماكن السياحية، إرشاد واستقبال السياح. طيب لماذا هي ضرورية؟ ليه مهنة المرشد السياحي ضرورية أو مهمة؟ لأن هي تعتبر دعاية للتراث الحضاري والثقافي في مصر. طيب ما المهارات التي يجب امتلاكها للنجاح في هذه المهنة؟ لازم يبقى عندك مهارة المرونة، الصبر، الابتسامة، كيفية التعامل مع السائح. اسم المهنة رقم 2 موظف استقبال. المهام اليومية الترحيب بالسياح وكمان الرد على المكالمات. لماذا هي ضرورية؟ لأن هي بتتعامل مع السياح وبتعمل تأثير مباشر للسائح. كيف يمكنني مستقبلا الالتحاق بهذه المهنة؟ ان انا اتعلم ايه بقى؟ اتعلم لغة جديدة، اتعلم كمان مهارات التعامل مع الكمبيوتر. يبقى تعلم لغة جديدة او ليكون لدي مهارات زي الكمبيوتر. صفحة 41، ما المصادر التي اطلعت عليها لإيجاد معلوماتك؟ بنك المعرفة او الانترنت. هل كان من الصعب إيجاد هذه المعلومات؟ لا، عن الإجابة لا. رقم 2، هل أنت مهتم بالعمل في مجال الفندقة والسياحة؟ نعم. ليه؟ عشان طبعا لمعرفة آثار بلادي. ما الأخلاقيات التي تمتلكها والتي تجعلك ناجحا في عملك؟ طبعا الصبر والمرونة والابتسامة، ان احنا نبقى نتعلم مهارات الكمبيوتر وكمان نتعلم لغات جديدة لكيفية التعامل مع
السائح أو السياح. يبقى المهارات الصبر، المرونة، الابتسامة، نتعلم لغة جديدة، ونتعلم مهارات الكمبيوتر. عندنا صفحة 44 هنختار شخصية ضابط الشرطة. ما الذي تفعله في عملك كل يوم؟ الكثير من المهام، حماية المواطنين أو الحفاظ على الأمن والأمان. كيف بدأت في هذه المهنة؟ بالدراسة في كلية الشرطة 4 سنوات. طيب، أين تلقيت التدريب؟ في كلية الشرطة. رقم 4، ما الذي تحبه في مهنتك؟ مساعدة الناس طبعا، ونشر الأمن والأمان، وحل المشكلات، والتواصل مع الآخرين طبعا. صفحة 45 هنحط في الملف الشخصي ما اسمك، ما كليتك، ما المهارات، هل تلقيت تدريب. دي صفحة 45. عندي اللي نراجع، هل تفضل إجراء المقابلات مع الناس؟ نعم. طيب، لإيه هي إيجابيات وسلبيات كل طريقة؟ الإيجابيات المعرفة والتواصل والخبرة، أما السلبيات عدم تعاون بعض الناس. هل ترغب في ممارسة المهنة التي كتبت عنها؟ نعم. ما المهارات التي قد تحتاج إلى تطويرها؟ التواصل الجيد مع الآخرين. ما رأيك في التدريب على هذه المهنة؟ رائع. صفحة 48، عندما أعبر عن رأيي يجب أن أذكره بوضوح. صواب، لست بحاجة إلى إعطاء تبريرات لرأيي. طبعا ما بين الصواب والخطأ. رقم 3، يمكنني أن أقاطع زملائي في الفصل عندما لا أوافقهم في الرأي. خطأ. رقم 4، يجب أن أتصرف بأدب في خلال النقاش. صواب، لا أحد يغير رأيه بعد النقاش. خطأ طبعا. ليلى، أريد أن أصبح عالمة عندما أكبر، لكن درجاتي ليست جيدة في مادة العلوم. طبعا اقتراحي ليها القراءة وكثرة الاطلاع وعمل أبحاث وتجارب سواء من الكتب أو الإنترنت. يبقى دي صفحة 48. صفحة 49، أمير، لدي الكثير من الواجبات المدرسية ولا يمكنني إنجازها في الوقت المناسب. هقدم له حل، يجب عليك تنظيم وقتك والعمل على تحديد وقت لإنهاء الواجب بكل مادة. نسمة، إنني قلقة على صحة أفراد أسرتي، فجدي لا يمارس الرياضة بشكل كافي. طبعا هقدم لها اقتراحي، طبعا هبين لها إيجابيات ممارسة الرياضة وأنها مفيدة، أن الرياضة لها إيجابيات كتيرة وأنها مفيدة وأنها تغذي الجسم والعقل. مجدي، لا ألتزم بنظام غذائي صحي، ففي الحقيقة أنا لا أحب الخضروات. طبعا هنصحه إن هو لازم يمارس الرياضة ولازم ينوع في الغذاء حتى يحصل الجسم على الطاقة والنمو. لنراجع، ما مدى صعوبة اختيار حل لكل مشكلة؟ لازم نحدد المشكلة. لماذا ينبغي أن تكون نبرة صوتك مهذبة ومحترمة عندما تختلف في الرأي مع شخص آخر؟ طبعا لازم كده، لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. مش معنى أن أنا مختلف معاك في الرأي أن أنا أعلي صوتي عليك أو أتخانق معاك. يبقى الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.